كانت باش ندخلوا في الامور القضائيه، لا القضاء راهو فوق روسنا وعلى عينينا. اما اليوم حبينا كاسوسيال شويه بعد الفيديو اللي نشرته بنت السيد توفيق المكشر اليوم، نتفرجوا مع بعضنا ونرجعوا نحكيوا. عسلامة الناس الكل، انا مروه بنت توفيق المكشر، نعمل في الفيديو هذا نحب نوصل صوتي للسيد قيس سعيد سيادة رئيس الجمهورية اللي هو رجل قانون ويحمي في المواطنين متاعه بالقانون. انا اليوم احسبني كيما بنتك جيت باش نعمل لك الفيديو هذا باش نوصل لك الوضعية اللي وصل لها الوالد متاعي. اليوم الوالد متاعي انخرط في الصلح الجزائي نهار 6 جوان 2023، ومن نهار ذاك هو يجري على الصلح ويزرب يحاول يزرب في الملفات الصلح باش يجيه المبلغ اللي يزمه يدفعه ويسكر كل شيء وياخو حريته. لكن مع الأسف نهار 20 أكتوبر 2023 مازالوا كلكو جوغ وياخو المونطون الأخرانيين متاع الصلح اللي يزمه يدفعهم. نهار هذاك تم إيقافه في قضية جديدة اللي احنا ما في بالناش بها، واللي هي الكونتوني متاعها الكل داخل ديجا في الصلح. خلال عملية التوقيف متاعه تكسر كتفه اليمين، ومن نهار ذاك من نهار 20 أكتوبر لليوم وهو اليوم 6 نوفمبر وهو كتفه مكسور. دخل السبيطار منجي سليم، رفض باش يعمل عملية على خاطر كان ياسر تعب، كان يدوخ كل مرة وخاف لا يدخل يعمل عملية وما يخرجش منها. دونك خرج من السبيطار مشى توقف في بوشوشة وهو مكسور، ومن بعد تكمل تعدى الحبس المرنقية. لليوم هو في حبس المرنقية ومازال مكسور وتنسيون متاعو طالع وعنده مشكلة في قلبه وحالته تعبة برشا 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 برشا. انا اليوم كبنته جيت نوصل لك في مساج واضح برشا، انا راهو الوالد متاعي ما هو طالب حد شيء الا الصلح. نحب القضية الجديدة هذه تدخلنا في الصلح في أقرب الوقت، لكن الأمور معطلة ما لقينيش كيفاش ندخلوها في الصلح. الصلح نهار الجمعة هذا نورمالمون يسكر، ما عادش نجمو نخلطوها القضية هذه. نمشي بخت وندور وكل ما لقيتش كيفاش ندخلها القضية هذه في الصلح. الوالد متاعي عنده شركات ويخدم فوق 150 عبد، جاي راس الشهر ما لقيتش كيفاش نخلص العبيد. تراسيت لي اكثر العبيد قلت لهم خرجتهم من الخدمه على خاطر ما عادش نجم نوفر الشهريات متاعهم. اليوم مطالبين حاجه واحده، سرعونا في اجراءات الصلح، خلينا ندخلوا القضيه هذه في الصلح وخلينا عطينا امونطون نجم نقدروا عليه باش نجم يخلص ويخرج في حالة صراحة. حاجة أخرى، احنا مستعدين نعملوا ضمان مالي مقابل اللي هو يخش في حالة صراحة على خاطر صحته ووضعيته صحية ما عاش نستحمل حد شيء. راهو لليوم مكسور، عنده فوق جمعتين كتفه اليمين مكسور وموجوع وفي حالة تعبة برشا. عطيونا أي مبلغ مالي ندفعه توت سويت مقابل انه يخرج ويريق اموره في الصلح ويخرج في حالة صراحة. يا سيد رئيس الجمهورية، احسبني كما بنتك، احسبني كما كل شيء. رانا اليوم في حالة تعبة برشا، العائلة الكل والعبيد اللي تخدم، رانا الدنيا تسكرت في وجوهنا، راني مانيش عارفة شنو نعمل وين نمشي وين نجي. نتمنى نشوف ولدي في حالة صراحة، خاطر ابخيتو هو سي ان هوم دافير، سي ان انفستيسور، يخدم على روحه ويخدم في العبيد. لا هو مجرم، لا هو قتل ارواح، لا هو حد شيء. خويا احنا طالبين دخلونا القضية هذي في مطلب الصلح، اعطيونا فيزا، اخدمونا خدمة لي مونطون، خلينا نصالحو مع الدولة وخلي الولد متاعي يخرج في حالة صراحة مقابل ضمان مالي. ان شاء الله الناس الكل يعاونوني، بارتاجيو الفيديو هذي باش يوصل صوتي لرئيس الجمهورية، وان شاء الله يا ربي نرى الولد متاعي لبرا وحالته صحية تنباع ويرجع لبيت الدار. رسالة مؤثرة من ابنة السيد توفيق المكشر للسيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، أكثر واحد ينجم يحكي لنا في هذا الملف. رانا مانيش باش نبيضوا حتى واحد، مانيش باش ندينوا حتى واحد. هنا السيد توفيق المكشر احنا نحكوا عليه في هذا البرنامج كشخصية رياضية، لأنه رئيس جمعية اسمها هلال الشابة، لأنه ناضل طويلا من أجل مقاومة الفساد في كرة القدم التونسية. ذاك علاش اليوم فتحنا زاوية بحضورك أنت، بوسك أنت محاميه. مرحبا بك سي طيب بالصادق،
وتنجم تنور الرأي العام ببعض الحقائق. طبعا بالنسبة لي كمحامي وباعتبار كون المسألة فيها تحقيق لا مجال للدخول في التفاصيل، هذا لا جدال فيه لأن مسألة تم القضاء. بقى الشخص هذا اللي هو توفيق المكشر من يوم 6 جوان جاء المحامينه قال لهم راني أنا مقتنع ونحب ندخل في الصلح الجزائي اللي قررته الدولة، يعني أمن بفلسفة الصلح الجزائي، أمن بكونه يلزم يدخل في الصلح الجزائي، مع العلم أن القضايا اللي عنده لكل وقتها ما فيها حتى إجراء ضده، يعني القضايا الكل ماشية في حالة سراح بدون أي إجراء ممكن يحد من حريته. وحده وحده قرر أنه يدخل في الصلح الجزائي لمدة تقريبا 4 أشهر أو أكثر، وهو من لجنة الصلح الجزائي للخبراء لين معناها وصل تقريبا للمبالغ اللي باش يقع مطالبته بها وباش يدفعها، بقطع النظر عن قناعته عدم قناعته أنه مذنب أو غير مذنب، هو قرر أنه يصفي أمور الكل في الصلح الجزائي، يعني انخرط في المسار نتاع الصلح الجزائي. جاء يوم 20 تقريبا، احنا وقتها بدينا نتلقوا في المبالغ اللي باش يدفعها وتم إلقاء القبض عليه. كي تم إلقاء القبض عليه القضية هذه بقت غامضة تقريبا لمدة 4 أيام، لا نجمنا لا نشوفوه لا احنا لا عائلته، بقينا ندوروا من بلاصة لبلاصة، وهذا راهو معاين ويعني وعنا عليه دلائل، ما ناش نحكوا في المطلق، هذه أمور معناها بسيطة جدا، هذه مسائل إنسانية، يعني الراجل سمعنا اللي هو تكسر في كتفه، الكسر هذايا ديبلاسي ومتعرض لمظلمة كبيرة في المسألة الإيقاف نتاعه. بقطع النظر هو قال لك يا سيدي أنا توا أعطيني باش نعمل الأوبيراسيون. من نهار 20 لليوم تقريبا قريب 15 يوما وإحنا نستنوا في العملية باش يعمل عملية. أنا زرته وشفت بعيني البلاصة هذه خضرة ومنها كحلة، يعني حتى لا يقدر تنجم تعمل لنجرية، تنجم تعمل حاجات اللي تمس، خاصة أنه هو عنده مشكلة في القلب ممكن تمس، معناها تمس من حياته من أموره الصحية. إحنا يظهر لي فلسفة الصلح الجزائي تعتمد على أن قلنا إحنا قطعنا مع الانتقام ومع وقطعنا مع أن ناخذ الأشخاص بذنوبهم التي نعتقد أنها ذنوب مثلا. توا الشخص انخرط في الصلح الجزائي وقالك أنا مستعد اليوم مسألة إيقافه وبقائه موقوف وهو منخرط في الصلح الجزائي مع هالقضية الجديدة هذه اللي جات في آخر أيام العهدة هذه متاع الصلح الجزائي. احنا رانا دخلناها في الصلح الجزائي بين قوسين، ممكن خانت العبارة الأخت مروة بنت سي توفيق، لكن احنا دخلناها في الصلح الجزائي، لكن الوقت اللي باش يصير فيه الاختبار ويصير فيه معرفة المبالغ الخاصة بالقضية ذي، اللي مع العلم أن القضية هذه هي نفسها من حيث الموضوع القضايا السابقة اللي تم فيها تقريبا تحديد المبالغ. احنا تشوف ما تحدثتش على حتى تفصيل، فقط احنا حاجتنا بالصلح الجزائي، حاجتنا بشخص انخرط في الصلح الجزائي أن يكون حريته هي المبدأ ويخرج، وحاجتنا زادة توا ضرورة بقطع النظر على كل شيء المسألة الصحية، هذا راجل توا في السجن، تصوروا أنتم 4 أيام في السبيتار ونهار اللي دخل البشوشة الشهادة الطبية موجودة متاع الطبيبة متاع بشوشة ما حبتش تقبله بالوضعية هذيك بالكسر اللي موجود على مستوى، وصل لي ياخذ في المورفين لمقاومة الأدوية الأوجاع، معناه المورفين نراه
كتبه له الطبيب، مش ياخذ فيه واحد وصل ياخذ في المورفين، احنا شهاده طبيه موجوده عندنا. معناها راجل وصل في الوضعيه هذية، وضعيه صحيه هو يعني في 60 سنه، علاش نخلوه في وضع على الاقل نكرموه بصحته، خليه يمشي يعمل عمليه نتاعه في اقرب وقت لاخرها يوم الجمعه. اتصلت بمدير السجن رغم الوضعيه نتاع السجن وما الى ذلك، الحق استقبلني في بيروه واعرب لي على استعدادهم لذلك، لكن لليوم لزيارتنا اليوم ما عملش العمليه. راهو الراجل عنده 15 يوم مكسور وكسر ديبلاسي، راهو ايد كتفه هذا كله طايح لهنا. راهو مساله انسانيه هذه، ما بقطع نظر على كل شيء، انا حكينا شويه في الصلح الجزائي، اما راهي هذه بريمورديال، راهو مساله تخص حياته. الراجل مريض بالقلب وعنده راهو مش عنده ملف طبي كامل وهذا راهو اقروه الطب، والطب هم اللي عملوا تقاريرهم، ورغم ذلك الراجل مازال توا في المرنقيه بعد ما عدى بعد الاربع ايام هذوكم، عدى ست ايام في بوشوشه، وانتم تعرفوا بوشوشه، عداهم على كرسي لانه ما ينجمش لا يتكى لا يرقد لا، معناها الراجل قلت لك في وضعيه نتاع كسر ديبلاسي. اليوم احنا لكان نوجهه نداء انه الراجل يتمتع على الاقل بالعلاج اللي هو حق طبيعي ليه فقط لا غير. المسائل الاخرى الكل تتحل، المسائل الاخرى الكل تتحل. الراجل قال لك انا جاي ومنخرط في الصلح الدوله هذه، انا هذه دولتي وانا ما هربتش منها ومانيش هارب منها، وعندي اربع شهور وانا نناقش في المساله هذه، نحب نوصل الشيفر ونادي اللي عليا اللي تقولوا لي دولتي نعمله. علاش يلقى روحه في الوضعيه هذه؟ علاش ما ثماش الحق سبب يخلي شخص ممنوع من العلاج؟ واضح سي طيب الصادق، ان شاء الله ربي ينور الحق، ان شاء الله ربي يشفي سي توفيق المكشر، لكن هذا بعيدا عن التدخل في المسائل القضائيه. في كلمه نحب نضيف كلمه لما قاله الاستاذ، بحكم كوني جاي من القطاع الخاص نعرف قيمه معناها صاحب المشروع صاحب المؤسسه حضوره مهم ياسر. احنا في ظروف نعرفه، ولا انا مثال معناها في الممتلكات المصادره مؤسسات المصادره كيفاش مشات، علاش غياب معناها ارباب الاعراف نتاعهم معناها خلاتهم معناها ينقرضوا، خلاتهم معناها يتحلوا كل شيء، ولهذا معناها ما هو في صالح حتى حد باش تحط راجل رب معناها مؤسسه في السجن من غير محاكمه. والتشفي هذه ظاهره الحق ماهيش عجبتني، شيطنه رجال الاعمال الكل، اخطأوا هو انسان ابريتو يجم يخطئ، ولكن الخطيئه نتاعه متسلبه فيها الدوله زاده خطأ اللي خلاته يخطا ما دخلتش. ما ندخلوش ما نظلموا لا دوله لا حتى بشر. ربي يشفي السيد توفيق المكشر، وان شاء الله القانون ياخذ مجراه، وان شاء الله ربي ينصفه كيف من نفس الشيء نقولوه، ان شاء الله زاد ربي ينصف السيد رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم، باش نبدو في نفس على نفس المسافه مع الجميع. تفضل. سي صاحبي، اولا قرار القضاء ما نحكيوش فيه، موضوع مسكر مع جميع ذي قضاء تونس اللي هو فوق الناس كل. الحاجة الثانية، أنا شخصيا سيد الرئيس قيس سعيد ما يحبش هكا، ما يحبش مواطن تونسي يتعذب بالطريقة ذي كل ساعة، يتهان ويتعذب بالطريقة ذي، يعني شنو اللي كسره هو؟ سمح شو كسره؟ ما هي نورمالمون ما يتهانش، نورمالمون يلقى العناية الخاصة ومن حقه باش يداوي، ومش هو أي إنسان من حقه سبحان الله. والحاجة الثانية سي توفيق المكشر، أنا راني معدوز زهر ليزي عذبوه في العشر سنين الأخرانية، عذبوه عذاب اللي عمره ما راه، رغم اللي يخدم في جمعيته وخدم من منطقة الشابة ورفع راية الشابة وفرح أبنائها وخدم جيل كامل وخدم يعني الشباب وخدم المنطقة ورجل أعمال، وذا الرئيس قيس سعيد وما أدراك قال لازم تلقاو حل مع رجال الأعمال هذين. اي ما لقاو حل بالطريقه هذيا، لقاو حل للناس الكل هذيا، راهي هي يجي تتبع كي تشوف سي تقول رساله للرجال الاعمال، بينما الرئيس لا يحب ديما ماد يده للناس الكل، مش المهم بلادنا تمشي وكيما نقولوا فيها كل واحد ياخذ حقه الاكثر الاقل.
ربي ينور الحق، وان شاء الله نشوفه قريبا السيد توفيق المكاشر. اولا يجرى عمليه جراحيه لانه صحته اهم من كل شيء، المسائل الاخرى تبقى عند القضاء التونسي.